من القاهرة ينضم إلينا يسري عبيد الباحث المختص بالعلاقات الدولية. سيد يسري، ما الذي يمكن أن يقدمه هذا المؤتمر للعراق؟ في البداية برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. بالتأكيد هذا المؤتمر يأتي في توقيت هام للغاية بالنسبة للعراق وبالنسبة للمنطقة وبالنسبة للعالم أجمع. هذا المؤتمر يعتبر قمة بغداد 2. القمة الأولى كانت في أغسطس من العام 2021، وكان من المفترض أن تعقد قمة بغداد في وقت مبكر من هذا العام، ولكن الظروف السياسية التي كان يعاني منها العراق من عدم انتخاب رئيس للحكومة أو رئيس للجمهورية العراقية حال دون إتمام انعقاد هذا المؤتمر. وبالتالي أعتقد أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت مهم للعراق، لأن العراق مقبل على تحديات كبيرة، تحديات أمنية وتحديات سياسية وتحديات اقتصادية، بالإضافة إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية في هذا التوقيت جعلت الطابع الإقليمي والطابع الدولي عنوان كبير للغاية لهذا المؤتمر. رأينا كلمات معظم الأعضاء ومعظم القادة يركز على تعزيز الأمن والطاقة وتهيئة الظروف للعراق لكي يستمر العراق في النهوض الاقتصادي، لأن العراق دولة كبيرة، البوابة الشرقية للوطن العربي. الاحتلال الأمريكي للعراق منذ 2003 جعل العراق للأسف الشديد دولة ضعيفة، ليس لديها قوة أمنية تستطيع أن تحافظ بها على استقلالها وتحافظ بها على قوة العراق الاقتصادية. ونجح تنظيم داعش في 2014 في السيطرة على الكثير من المدن العراقية، ولكن أعتقد بإرادة العراقيين ومساعدة الإقليمية استطاع العراق أن يخرج تنظيم داعش وأن يقضي على هذا التنظيم المتطرف. وبالتالي هذه مرحلة جديدة، أعتقد أن القادة الموجودون والمجتمعون في هذه القمة كان الهدف الأساسي هو مساعدة العراق على مواجهة التحديات الأمنية ومحاولة إخراج العراق من لعبة المحاور التي يحاول البعض أن يدخل العراق فيها. نحن نعلم أن العراق يعتبر جار لإيران، استطاعت إيران أن تسيطر على في وقت من الأوقات على القرار السياسي في العراق عن طريق بعض الميليشيات الموجودة في العراق. وبالتالي الجهود الإقليمية والجهود الدولية تحاول أن تخرج العراق من لعبة المحاور. التنسيق الثلاثي المصري الأردني العراقي أعتقد أنه أتى بنتائج كثيرة. القمم التي عقدت قبل ذلك بين القادة الثلاث ساهمت في تعزيز التعاون الاقتصادي والربط الكهربائي، وساهمت بشكل كبير في أن تضع العراق مرة أخرى على الخريطة السياسية العربية، وأن يستعيد العراق بعض نفوذه السياسي وبعض نفوذه الاقتصادي. العراق يمتلك من الموارد الكثير، يمتلك من الموارد الاقتصادية النفط العراقي والغذاء والكثير من الموارد التي يمتلكها العراق. وبالتالي كان الهدف الأساسي من هذه القمة دعم العراق، بالإضافة إلى التكامل العربي وأن تستطيع القوى الإقليمية الأخرى أن تقدم جميع أنواع الدعم للعراق. ولكن بالتأكيد هناك دولة مثل فرنسا استطاعت أن تجعل الطابع الدولي أو تضفي الطابع الدولي على هذا المؤتمر نظرا للحرب الروسية الأوكرانية، ولكن أعتقد أن دول المنطقة تقف على الحياد من هذه الحرب وتعلم تماما أن تأثيراتها الكبيرة على المنطقة وعلى دول العالم. بالتأكيد ليس هناك طرف محدد تستطيع أن تدينه هذه الدول، ولكن الهدف الأساسي للمؤتمر هو مساعدة العراق اقتصاديا ومساعدة العراق سياسيا ومساعدة العراق أمنيا. هل الأوضاع الأمنية داخل العراق والتجاذبات السياسية تسمح بانطلاق المشاريع الاقتصادية والبحث عن فرص للاستثمار إن كان من الدول العربية أو بالعكس من العراق إلى الخارج؟ هل هذه الأوضاع تسمح بهذه الانطلاقة الاقتصادية؟ أعتقد أن الأوضاع في الأمنية في العراق بدأت تتحسن تدريجيا، ولكن ربما لم يأتي الوقت بعد لبدء هذه المشاريع. ما زالت بقايا داعش تسيطر على بعض الأماكن وبعض البؤر في الغرب، مدن الغرب العراقي. الأوضاع الأمنية ما زالت الميليشيات الإيرانية مسيطرة على بعض المدن في الجنوب، هناك بعض العمليات التي تجرى بين حين وآخر في الدولة العراقية. وبالتالي أعتقد أن المستثمر أو المستثمر العربي أو المستثمر الدولي الآن لا يرى في العراق بيئة آمنة حتى الآن. ربما تتحسن الظروف بعد انتخاب محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء العراقية،
وبالتالي ربما تتحسن الظروف الأمنية في الوقت القريب، ولكن العراق لوحده غير قادر على تحسين هذه الظروف، لابد من مساعدة إقليمية ومساعدة دولية لمساعدة العراق في أن يقيم قوة أمنية وجيش عراقي قوي قادر على مناهضة هذه التنظيمات المتطرفة، بالإضافة إلى أن العراق لابد أن يكون له قرار سياسي مستقل بعيد عن التجاذبات السياسية، نعم، سواء من جانب إيران أو سواء من بعض القوى الأخرى، حتى يستطيع المستثمرون الإقليميون والدوليون أن يطمئنوا إلى أن العراق بعيد عن لعبة المحاور، وأن الاستقرار في العراق ربما يستمر لوقت طويل، وأنه لا توجد أي مؤثرات أمنية أو مؤثرات سياسية ستؤثر على الوضع الأمني في العراق بعد ذلك. وبالتالي هذه مؤشرات، أعتقد أن القمة اليوم ربما وضعت خارطة طريق لمساعدة العراق على اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، حتى يعود العراق مرة أخرى بوابة الوطن العربي الشرقية، سواء اقتصاديا أو سواء أمنيا أو سواء عسكريا. حضور إيران هذا المؤتمر، وهناك من يتهم إيران بأنها مسؤولة عن مشاكلها السياسية والصراعات بين الفصائل أو الطوائف. أعتقد أن حضور إيران كان مفيدا للغاية. إيران طرف أساسي من المعادلة السياسية والأمنية في العراق، وبالتالي كان لابد أن يكون هناك ممثل للعراق وهو وزير الخارجية. لابد أن القادة الموجودون في هذه القمة ربما أعطوا رسائل، وربما أرسلوا رسائل مهمة للغاية إلى الجانب الإيراني وهو موجود على الطاولة، بأن ترفع يدها عن العراق وأن تساعد العراق في النهوض اقتصاديا وسياسيا، بدلا من أن تجعل العراق أرض خصبة للعبة المحاور التي تريد إيران، أو أن تستخدم إيران الميليشيات الموالية لها في العراق حتى تستطيع أن تبسط نفوذها على دول المنطقة. وبالتالي ربما كان الوجود والحضور الإيراني في هذه القمة مفيدا، حتى يتم إرسال رسائل مباشرة للجانب الإيراني بأن يرفع يده عن العراق، أن يخرج العراق من لعبة المحاور الأمنية، أن يبعد الميليشيات الموالية له عن القرار السياسي في العراق، وألا تؤثر هذه الميليشيات سواء في مجلس النواب العراقي أو سواء في القوى الأمنية أو الجيش العراقي الذي للأسف الشديد ربما بعض ضباطه وبعض المنتمين له لديهم ميول طائفية شيعية، وبالتالي هذا يؤثر على القدرة القتالية للقوى الأمنية العراقية. وبالتالي هذه الرسائل المباشرة للجانب الإيراني الذي كان حاضرا في هذه القمة، أعتقد أنها وصلت بشكل كبير. ربما القادة الموجودون في هذه القمة أرادوا إرسال رسائل واضحة للجانب الإيراني بأن هذه القوة الإقليمية والقوة الدولية لن تسمح لإيران بأن تسيطر على الدولة العراقية سياسيا وأمنيا، وأن ترفض هذه التدخل الإيراني في العراق، وأن أي تدخل إيراني في العراق سيواجه برد من هذه الدول، خاصة الدول العربية سواء المملكة العربية السعودية أو مصر أو الأردن أو الدول المحيطة بالعراق. وبالتالي أعتقد أن الفائدة العائدة من الوجود الإيراني أكبر بكثير من تجاهل حضور إيراني أو عدم مشاركة أي من السياسيين الإيرانيين في هذه القمة. شكرا السيد يسري عبيد، الباحث المختص بالعلاقات الدولية، كنت معنا من القاهرة.